بعد سنتين ونصف من النقاش والمشاورات، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يقدم مشروع مدونة النشر والصحافة في لقاء تواصلي احتضنته بيت الصحافة بطنجة. الوزير أكد خلال اللقاء أن قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة تتجلى في استنادها على المقاربة التشاركية الديمقراطية. المشروع كان نتاج مقاربة تشاركية انطلقت منذ سنتين ونصف، وهو اليوم سيعرض على أساس أنه سيفتح النقاش العمومي طيلة شهر، ستنتهي إن شاء الله باليوم الوطني للإعلام قبل أن يتم إدراج الملاحظات وإحالتها على مجلس الحكومة ثم البرلمان. وحسب الوزير، فإن مشروع مدونة النشر والصحافة يروم الرقية بالوضع المهني للصحفيين والارتقاء بالممارسة الصحفية انسجاما مع تطلعات المغرب في تعزيز الحريات الهامة وتثبيت الأسس الديمقراطية قانونا وممارسة، كما استعرض الوزير عددا من المحاور التي تؤطر المشروع. إلغاء العقوبة السالبة للحرية في قضايا القذف وحالة العود، أو كذلك الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، جعل القضاء سلطة حصرية في النهوض بحرية الصحافة وحمايتها، ومن ذلك القرارات المرتبطة بعدم الترخيص بالتوزيع أو الحجز، إحداث مجلس وطني منتخب بشكل مباشر من قبل الصحفيين والناشرين للنهوض بأخلاقية المهنة وحمايتها. وتمن ممثل الهيئات الحقوقية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشر الصحف أبعاد ومقتضيات مشروع مدونة النشر والصحافة التي تجاوبت مع مقترحات كل المتدخلين في الشأن الإعلامي والصحفي، فبالإضافة إلى كونها تربط المسؤولية بالمحاسبة وتعكس طموحات ممارسي مهنة الصحافة، فإنها أيضا حسب هؤلاء تساهم في توطيد دولة الحق واستقلالية وحرية الصحافة، وتساهم في انبثاق صناعة إعلامية وطنية حقيقية.